رسمياً تأجيل بدء الدراسة لتسع مراحل تعليمية لمدة يوم واحد. تقرر بشكل رسمي عدم حضور طلاب الصف الأعلى بكل مرحلة دراسية خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، التزاماً بقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الذي أصدر كتاباً دورياً بشأن أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024، وكلف الوزير مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل مرحلة التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي. ويعني قرار الوزير أن اليوم الأول من الدراسة سيكون يوم 30 سبتمبر بحضور طلاب الصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، أما باقي الصفوف فلن تذهب للمدارس في اليوم الأول من الدراسة، وبالتالي سيكون حضور طلاب الصفوف التالية من ثاني أيام الدراسة وهم الثاني والثالث والرابع والخامس والثالث الابتدائي والثاني والثالث الإعدادي والثاني والثالث الثانوي، وجميع هذه الصفوف لن تذهب للمدارس في أول أيام الدراسة. وحسب الكتاب الدوري فإن ذلك يأتي في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وإلحاقاً لكتابنا الدورية لكتبنا الدورية الصادرة في هذا الشأن، وفي ضوء حرص الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على هيئة المناخ الآمن.